السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الصغار في درس جديد من دروس رياضيات للصف الثاني إذا اليوم أعزائي الطلبة سنتعرف على مفهوم الكسور بشكل عام وبالتحديد الكسور نصف وربع وثلث إذا عنوان درسنا لهذا اليوم الكسور نصف وربع وثلث ويتوقع منكم أعزائي الطلبة بعد التفاعل مع أنشطة هذا الدرس أن تكونوا قادرين على التعرف إلى الكسور نصف وربع وثلث، تمثيل الكسور نصف وربع وثلث بأشكال مختلفة، توظيف ذلك في حل مشكلات حياتية. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى النشاط الأول. يخبز مخبز القدس عدة أنواع من الفطائر، ويقسم كل منها إلى أقسام مختلفة كما في الأشكال الآتية. أي من هذه الفطائر قسم إلى قسمين متساويين؟ ركزوا معي. أي من هذه الفطائر قسم إلى قسمين متساويين؟ ننظر إلى الفطيرة الأولى، هل قُسمت إلى قسمين متساويين؟ قُسمت إلى قسمين؟ نعم، لكن هل هذين القسمين متساويين؟ لا، إنهما غير متساويين، أحسنتم. الفطيرة الثانية، هل هذه الفطيرة قسمت إلى قسمين متساويين؟ لا، أحسنتم. انتبهوا جيداً إلى الفطيرة الثالثة، هل هذه الفطيرة قسمت إلى قسمين متساويين؟ نعم، أحسنتم. إذاً هذه الفطيرة قسمت إلى قسمين متساويين، ونسمي كل قسم من هذين القسمين نصف، إذا نسمي القسم الأول نصف، ونسمي القسم الثاني نصف، إذا أعزائي الطلبة الواحد الصحيح يتكون من نصفين، ونرمز للكسر نصف كما يأتي، ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى النشاط التالي: توزع لاعبي مدرسة الأمل إلى مجموعتين حسب لون القميص كما في الشكل هنا. أراد معلم التربية الرياضية اختيار نصف كل مجموعة للعب مباراتين كرة السلة وكرة الطائرة مع المدرسة المجاورة. إذا هنا أعزائي الطلبة لدينا الفريق الأول وهنا لدينا الفريق الثاني. سنقوم المطلوب هنا بحصر نصف كل مجموعة. إذا لدينا هنا الفريق الأول مكون من واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، سنحصر نصف هذه المجموعة هنا. في الفريق الثاني لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر عشر، وسنقوم بحصر نصف الفريق الأحمر هنا. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى النشاط الثالث. وهنا سنقوم بتلوين نصف الشكل ونكتب رمز الكسر نصف لدينا هنا عده اشكال الشكل الاول هنا كما قلنا سابقا هنا نصف وهنا نصف والواحد الصحيح مكون من نصفين سنقوم بتلوين النصف هنا اذا هنا اعزائي الطلبه نكتب رمز الكسر نصف اسفل الشكل هنا ننتقل إلى الشكل الثاني، هذا الشكل مقسم إلى قسمين متساويين، وكل قسم يمثل النصف. هنا قمنا بتلوين النصف، نكتب رمز الكسر نصف أسفل الشكل. ننتقل إلى الشكل الثالث هنا. الشكل هنا مقسم إلى قسمين متساويين، وكل قسم يمثل النصف. هنا نقوم بتلوينه، ونكتب أسفله رمز الكسر نصف. ننتقل الآن أعزائي الطلبة. إلى نشاط جديد، في هذا النشاط قسم طلاب الصف الثاني كعكة ميلاد زميلهم إلى أنصاف كما في الشكل، انتبهوا جيداً. كم نصفاً في الواحد الصحيح؟ هنا لدينا نصف، نصفان، إذا في الواحد الصحيح لدينا نصفان، أحسنتم. إذا قام الطلاب بتقسيم هذه الكعكة إلى أربعة أجزاء متساوية، ماذا نسمي كل جزء؟ هنا انتبهوا. الكعكة الواحدة قسموها إلى أربعة أجزاء متساوية، ماذا نسمي الجزء الواحد؟ الجزء من أربعة أجزاء متساوية نسميه الربع، إذًا نسمي كل جزء ربعًا ويكتب هكذا هذا رمز الكسر ربع، كم ربعًا في الواحد الصحيح؟ ربع، ربعان، ثلاثة أرباع، أربعة أرباع، انتبهوا هنا أعزائي الطلبة جيدًا، هنا لدينا واحد صحيح؟ إذا قسّمنا هذا الواحد الصحيح إلى أربعة أجزاء متساوية ركّزوا معي أجزاء متساوية، ماذا نسمي الجزء الواحد من هذه الأجزاء؟ نسميه ربعًا إذًا في الواحد الصحيح كم ربع؟ يوجد لدينا أربعة أرباع. إذا في الواحد الصحي لدينا أربعة أرباع. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى النشاط التالي، في هذا النشاط نضع إشارة صح تحت الشكل الذي قسم إلى أربعة أقسام متساوية. انتبهوا هنا. هل هذا الشكل قسم إلى أربعة أقسام متساوية؟ قسم قسمان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا لا نضع إشارة صح. هنا هل قسم إلى أربعة أقسام؟ نعم إنه قسم إلى أربعة أقسام يا ترى هل هذه الأقسام متساوية؟ أحسنتم إنها ليست متساوية إذا لا نضع إشارة صح ننتقل إلى الشكل الأخير هل هذا الشكل قسم إلى أربعة أقسام؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة هل هذه الأقسام جميعها متساوية؟ أحسنتم إذا جميع هذه الأشكال متساوية هنا أعزائي الطلبة في هذا النشاط سنقوم بتلوين ربع الشكل ونكتب أسفل الشكل رمز الكسر ربع، هنا لدينا شكل مقسّم إلى أربعة أرباع، سنقوم بتلوين ربع منها، وسنكتب رمز الكسر ربع، وفي الشكل الثاني هنا مقسّم إلى أربعة أقسام متساوية، سنقوم بتلوين قسم منها، وهو يمثل الربع وفي الشكل الثالث هنا المثلث مقسم الى اربعه اقسام متساويه سنقوم بتلوين الجزء الذي يمثل ربع وسنكتب ربع تعرفنا اعزائي الطلبه على الكسر نصف وعلى الكسر ربع سنتعرف في هذا النشاط على كسر جديد يا ترى ما هو انتبهوا جيدا قدم إبراهيم لوالدته ثلاث قطع من كعكة الجلي، فإذا أكلت والدته قطعة من هذه القطع، كم عدد القطع جميعها؟ إذا أكلت والدة إبراهيم قطعة واحدة من ثلاثة قطع متساوية، كم عدد القطع جميعها؟ واحد، اثنان، ثلاثة، إذا عدد القطع ثلاثة قطع. الكسر الذي يمثل القطعة التي أكلتها أم إبراهيم هو ثلث. واحد من ثلاثة أجزاء متساوية ويقرأ ثلثا كم ثلثا في الواحد الصحيح؟ إذا لدينا جزء جزآن ثلاثة أجزاء إذا في الواحد الصحيح لدينا ثلاثة أثلاث انتبهوا جيدا هنا أعزائي الطلبة هنا لدينا واحد صحيح إذا قمنا بتقسيم الواحد الصحيح إلى ثلاثة أقسام متساوية نسمي الجزء كل جزء منها ثلثا اذا في الواحد الصحيح ثلاثه اثلاث ثلث ثلثان ثلاثه اثلاث في هذا النشاط اعزائي الطلبه نلون الشكل ونكتب اسفل الشكل رمز الكسر ثلث لدينا الشكل هنا الاول ومقسم الى ثلاثه اقسام متساويه وكل قسم هو ثلث نلونه ونكتب اسفله رمز الكسر ثلث إذا الجزء هنا الملون بالأزرق يمثل الثلث الشكل الثاني هنا لدينا عمودان هنا في العمود الأول نلون الثلث وفي العمود الثاني نلون الثلث إذا لدينا هنا في الشكل جميعه ثلث نكتب أسفل رمز الكسر ثلث وهنا أعزائي الطلبة نكتب الكسر المناسب تحت الأشكال الآتية، لدينا مجموعة من الأشكال، كل شكل فيها جزء ملون ويمثل كسر معين، انتبهوا جيداً. هنا لدينا أعزائي الطلبة شكل مقسم إلى قسم قسمان ثلاثة أقسام أربعة أقسام متساوية، قمنا بتلوين قسم من هذه الأقسام، إذاً القسم يمثل الربع، أحسنتم، إذاً نكتب أسفله رمز الكسر ربع في الشكل الثاني هنا قسم هذا الشكل الى قسمين متساويين القسم هنا الملون نسميه نصفا احسنتم نكتب اسفل رمز الكسر نصف وهنا لدينا في الشكل الاخير شكل مقسم الى ثلاثه اجزاء متساويه الجزء الواحد يمثل الثلث قمنا بتلوينه نكتب اسفله رمز الكسر ثلث في هذا النشاط أعزائي الطلبة نحصر بقدر الكسر فيما يأتي في الفرع الأول نحصر ثلثا لدينا هنا ثلاثة موزات وثلث الثلاثة موزات هي موزة واحدة ونقوم بحصرها في الفرع الثاني لدينا هنا يجب أن نحصر الكسر نصف لدينا تفاحة اثنتان ثلاثة تفاحات أربعة تفاحات سنقوم بتقسيم هذه التفاحات إلى مجموعتين متساويتين، اثنتان في كل مجموعة، وسنقوم بحصر إحدى هاتين المجموعتين، وهي تمثل نصف التفاحات. في الفرع الأخير، هنا لدينا عدد من الفراولة، هنا حبة اثنتان، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. سنقوم بتقسيم حبات الفراولة إلى أربعة مجموعات متساوية. هنا قسمناها أربعة مجموعات متساوية، وسنقوم بحصر مجموعة واحدة منها التي تمثل الربع. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى المهمة التعليمية، أساعد أمي في عمل الفطائر وتقطيعها بحيث نقطع الفطيرة الأولى إلى قسمين متساويين. والثانية إلى ثلاثة أقسام متساوية، والفطيرة الثالثة إلى أربعة أقسام متساوية، ونكتب الكسر في كل مرة. الآن أعزائي الطلبة، بعد أن انتهينا من شرح الموقف التعليمي، بإمكانكم مشاهدته من خلال الكود أو الرابط في أسفل الشاشة. إلى اللقاء في درس جديد